الو انا اتخطفت. دي طيارة، دي يا عم مش عربية. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال المفروض اللي احنا هنعمل حاجه جامده جدا، ومفروض يا ابطال ده الجزء الرابع من السلسله. بصراحه يا ابطال السلسله جامده جدا وهي عجباكم، وبصراحه عجبتني جدا ومتحمس قوي ليها. احنا معانا ايه النهارده يا احمد؟ قول لهم. العربيات الغريبه. ماي جاد. ايوه يا ابطال، اغرب عربيات هتشوفوها في مقطع النهارده. وهنتوقع يا ابطال ايه العربيه فعلا اللي احنا ممكن نشوفها قريب في ماب البيوت، لان ماب البيوت يا ابطال حرفيا بتنزل كل كام شهر تحديث يا ابطال. مره مثلا بتنزل تحديث عربيات، بتنزل مركب، بتنزل اماكن جديده، تمام، بتنزل منازل جديده. حرفيا يا ابطال كل ده احنا هنستكشفه ونتاكد بردك ونتوقع مع بعضينا. قبل ما نبدا الفيديو النهارده ما تنسوش تحط اللايك بتاعك الجامد وتشترك في القناه عشان ربنا نوصل 70,000 مشترك. ايوه يا ابطال، شكرا جدا ليكم على دعمكم الجامد جدا. ليتس جو. يلا يا احمد، انا متحمس جدا بصراحه. يلا بينا يا ابطال. المفروض دلوقتي يا ابطال احمد فاتح لي ستريم على الديسكورد. الناس بتيجي تقول لي هو انت ازاي يعني بتكلم احمد؟ بنكلم طبعا بعد يا ابطال على الديسكورد، تمام. فخلونا يا ابطال كده نشوف. المفروض اللي هو دلوقتي بيجهز وهيحط لنا العربيات اللي هي اغرب عربيات، تمام. متحمس جدا بصراحه يا ابطال. لازم تكونوا معايا لحظه بلحظه، ما ينفعش اعمل حاجه من غيركم يا ابطال، لازم تكونوا شايفينها قدام عينيكم. بس انا متحمس قوي. او ماي جاد، زي ما انتم شايفين المفروض اللي احمد دلوقتي هيبدا يدخل، واضح اللي هو هيجيب لنا عربيات سباق وبقى وحاجات وحركات جامده جدا. وما اعرفش انا الاستريم حصل فيه ايه، ولكن ما علينا، تمام. المفروض يا ابطال ان في عربيات كتير قوي يبدا ابطال يحطها، والمفروض يا ابطال احنا هنجرب عربيه عربيه. ليتس جو يا ابطال. قول لنا احمد انت بتكتب ايه مثلا عشان تجيب العربيات اللي هي الغريبه دي؟ لا يا سهل جدا، شوف بتكتب عربيه كار بس، يعني بتكتب كار وحرفيا بتلاقي كل العربيات الجديده. في عربيات، وفي عربيات بتنزل كل كام يوم مره او حاجات، اللي هي بتنزل يوميا او حاجه زي كده. في عربيات كتير بتنزل، يعني في عربيات ايوه ماي جاد يا ابطال حرفيا. لا لا العربيات دي لازم ابطال نجربها ونجرب سرعتها ونشوفها. يعني لا لا ايه ده، العربيه غريبه بجد، شكلها عجيب. يا نهار ابيض، كمان بتطير. بقول لكم يا ابطال، خلونا يا ابطال نستنى احمد يخلص كل حاجه هو عايز يعملها ويرص لنا العربيات اللي هو عايز يجربها. ماي جاد، انا شايف عربيات جامده قوي، ولكن خلونا يا ابطال نستنى احمد ونخش على طول. ورجعنا لكم يا ابطال من تاني انا واحمد دلوقتي، والمفروض اللي هو حط لي الست عربيات، ومن اغرب ابطال الست عربيات متحمس جدا. يلا يا احمد نجرب الاول. طيب يا احمد والله بص بقول لك ايه، اللي في النص دي حاسس عجباني، بس اقسم بالله حرفيا ابطال العربيات دي اول مره اشوفها في حياتي، تمام. خلونا كده يا ابطال نركب من هنا. يلا تعالى اركب جنبي. ايه ده؟ او ماي جاد، ايه ده؟ والله انت ايه يا عم، انت بتحرك عليا اركب جنبي، انت مش عارف تركب ولا ايه؟ ثانية، ولا لو مش عارف يركب. خلونا يا ابطال احنا نجربها احنا، تمام. مش عارف وضع اللي احنا بندوس. خلونا يا ابطال كده ندوس الاي ونمشي. ايه ده؟ واو، لا والله انا بمشي بالاي. ايوه تمام. ماي جاد يا سلام، شوف يا ابطال السرعه دلوقتي كام؟ 50، تمام. لازم ابطال ندوس حرف الاي ونفضل ماشيين. حرفين يا ابطال السرعه بتاعتها رهيبه. والله لا 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 لا، واو. تمشي بالجير، يعني اللي هو ايه، كل ما تدوس ايه بتزيد جير وبتزيد سرعه. ده حرفيا بص يا ابطال، خلينا كده نروح ونعد دلوقتي. يلا 1 2 3 4. اوه لا لا لا، احنا كده نطير خالص. لا لا، هد هد السرعه. يوم السرعه تحت يا ابطال كام؟ 60. لا لا يا ابطال، ده حرفيا العربيه دي من باين عليها يا ابطال حتى من ورا عربيه سباق، تمام. ولكن تتوقع دي يا ابطال؟ بص هدوس احمد اكس. يا نهار ابيض، عملت حادثه. بصراحه يا ابطال العربيه شكلها جامد، حتى ابطال لما نيجي احنا نركبها يجي يقول لي كنترول وما اعرفش ايه، وفينا حاجات 30% 70%. لا لا لا، العربيه ابطال شكلها جامد جدا بصراحه، ويبان عليها عربيه سباق. واحمد اكس هيموت ويركب، ولكن باين عليه مش عارف يركب. بصراحه ابطال جامده قوي قوي قوي. وتتوقع ابطال بنسبه كام في الميه ان العربيه دي تنزل يعني في مثلا في ماب البيوت، تمام؟ وهل ممكن ابطال فعلا يضيفوا عربيات سباق؟ لان ابطال في فيديوهات كتير قوي بتتعمل في ماب البيوت، سواء افلام روبلوكس او اي حاجه، دايما ابطال بتتعمل مثلا سباق عربيات او ما اعرفش ايه، فبيحتاجوا
بيحتاجوا طبعا عربيات زي كده. هارون الابطال كان يطلع جربنا اول عربيه معانا دلوقتي، وانا بصراحه متحمس، انا شايف قدامي عربيات كتير قوي. بقول لك ايه، الجنب ده اليمين ده ابطال يعني، بص يا احمد الجنب اليمين ده مش هنجربه؟ لا لا بلاش نجربه، دي اخر واحده عشان دي بصراحه احلى واحده، انا حاسس كده ما اعرفش ليه. خلينا يا ابطال نجرب دي، خلونا نركب من هنا. او ماي جاد، بقول دوس الاف بعدين دوس الاي بردك. ايوه هتتحرك يا، لسه 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 بتقول يا هادي، لسه بتقول يا هادي، بتقول يا هادي. اوه استنوا كده، ايوه انا لا بلاش التر... ايه ده، حاسس انها بطيئه او ممكن اكون ايه ده، ياما انا بوظت الدنيا. تاني دوس ايه تاني؟ اه بدوس ايه اهو. بس هي عربيه على الهادي ولكن شيك، هي عربيه على الهادي ولكن شيك بصراحه يا ابطال. انا شايف انا رايح فين، ايه ده يا عم انت. خلينا كده واحده واحده، تمام. خلينا بقى يا ابطال ندوس سرعه جامد قوي، ندوس بنزين جامد، دوس بنزين، يلا بينا دوس بنزين. تمام تمام تمام. هو ده لا عربيه بطيئه يعني، الناس اللي بتحب العربيات دي يا ابطال عشان تحس ان ما البيوت حياه واقعيه وتفضل ماشي كده بطريقه حلوه. خلينا ابطال نمشي كده واحده واحده كده. يا ايوه انا بحب صح العربيات دي يعني، انا بس يعني ما اعرفش فينا ازاي ولا ايه، بحب ابطال اللي هو هبقى حياه واقعيه كده. ابطال بصوا ماشي بالعربيه ازاي، عربيه شكلها شيك، ومثلا عايز اروح الناحيه دي اقوم بص عامل كده لافف ازاي، ايه ده يا عم انت هتخليها بالحادثه. مثلا بص يا ابطال نقوم رايحين كده، تمام، وبعدين نقوم رايحين كده. يا سلام والله العظيم، ايه ده، دي السرعه بص يا ابطال نزلت ازاي. ايوه عشان انا طلعت يعني، ايوه عشان طلعت فوق كده كوبري، تمام. لا لا والله يا ابطال جامد، حلوة قوي العربية ولكن مشكلتها انها بطيئة. ولا لا 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 بوظت الدنيا، كنت عايز اهدي شوية. ايه ده انا بدوس على الشيفت من غير قصد، خلاص تمام. اه ماشي ده عشان انت مديني حاجة زي كده. اوه ماي جاد البيت تاني. لا ايه هتعمل ايه؟ في حاجات تانية يعني، مثلا ايه انا حاسس ان في حاجة برضك. ايه ده ما تقوليش انت ايه ده، ثانية يا ابطال انا بدوس على دي بجد يفتح ولا ايه؟ دي في الراجل دي ولا ايه؟ استنى كده بدوس اهو، مفيش اي حاجة. طب كمل كمل ما اذا انت كبت. ماشي خلاص ما علينا، خلينا ابطال نروح نركن العربيه دي مكانها، ولكن العربيه بصراحه بطيئه شويه، انا ما اعرفش انت عملت فيها ايه يا حمد والله العظيم. هاي دي بتمشي بالعافيه. ايوه تمام، خلينا ندوس كده السرعه. ايوه تمام بدات تمشي، بتمشي تاتا تاتا بصراحه، بس فكرني بالطفل اللي لسه مولود ده. تمام خلينا ابطال كده نروح نركنها زي ما كانت ونحطها، تمام، على الهادي كده، على الهادي كده، يلا يلا. بس انا ما بعرفش اركن بصراحه. تمام خلينا ابطال نجرب بالعربيه اللي بعديها وهي لونها اسود، ما اعرفش العربيه دي بصراحه اللون نوعها ايه، مكتوب بوجاتي. او ماي جود جامده، تمام. هو شوف ابطال بالذات لما نيجي نركبها يجي يقول لي ما اعرفش ايه نسبيس يعني، بصوا دي كده هتلاقيها صاروخ، العربيه دي هتبقى صاروخ. وراكم على كام؟ يلا يلا هتبقى صاروخ، والله بقت صاروخ من اول ما دوست على الاي. يا لهوي شوفوا 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 يا لهوي، ما خلاص اتحمست اقسم بالله، صاروخ صاروخ بجد. خلونا كده ابطال نعمل كده، تمام تمام تمام. يا لهوي بص يا ابطال، بص بص انا مش قادر اتحكم والله، ما قادر اتحكم هنا، وراحت 200 في منت، لا وسط الدنيا. بس ده احنا نقدر نخمس، خلينا كده يا ابطال نجرب نخمس كده. استنى كنت بخمس ازاي؟ استنى لازم ندوس كده جامد، لا 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 اخبط في العربيه، تاخد في العربيه، لا لا بلاش نخمس، خلينا يا ابطال ندوس كده على ايه. شوفوا يا ابطال حافين السرعه، بصوا خلينا نروح يا ابطال على 200. ماي جاد دخلنا على 300، دخلنا على 300. والله ما عارف اتحكم، والله العظيم ما عارف اتحكم. استنى ايوه انا عايز، ايوه دوس بقى بالجامد جامد، دوس بنزين، دوس بنزين، هتبقى 200، هتبقى 200. بصوا طلعنا فين؟ اه حصل خير. خلينا كده ابطال نروح نركنها. لا لا بصراحه ابطال العربيه دي احسن من العربيه اللي فاتت بصراحه يعني، يعني كسرعه وكده. وبرضك ابطال تتوقع بنسبه كام في الميه ان العربيه دي تكون موجوده في ماب البيوت، تمام، ماب البيوت الاصليه بقى، تمام. بصراحه عربيه جامده قوي، خلينا كده نركنها. احمد انت بتحرك ليه يا جدع؟ خلينا ابطال نشوف كده العربيه دي نوعها ايه، ملهاش نوع ولكن لونها ما اعرفش بقى، بس اكيد يعني ممكن، اه ممكن تقول عليها هي ليه بتتمشي لوحدها، مالك زعلانه مني ليه؟ الحاول الحاول ابطال مفتوح ازاي من ورا؟ واو يا جدعان حرفيا ايه ده؟ الاشكال العربيات هنا غريبه. استنى كده يلا انا جاهز، بص حرفيا بص يا ابطال العربيه عايزه شخص صغير. وانا طويل بسرعه، خلينا كده يا ابطال تمام. انا بص يا ابطال من غير ما ادوس الاي والله العظيم سريع، ايه ده؟ والله لا 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 حضرتك يا احمد، اقسم بالله لا 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 لا، ايه ده؟ ايه اللي حصل ده من شويه؟
اقسم بالله. لا العربية مش محتاجة ايه تمشي لوحديها. ما بص بص يا ابطال حرفيا بتقعد تعافر. بص يا ابطال دي في التخميس هتبقى عاملة ازاي، تبقى جامدة. بص بص يا ابطال، بص بص العفرة اللي عاملها دلوقتي على احمد. يلا ايه ده، ماشي ما عملتش حاجة. ما بص بص اوه يا لهوي يا ابطال، بقول لك ايه، ليه العربيات دي ما فيهاش صوت؟ خلاص كده، العربية دي بتشتغل بالكهرباء. خلاص كده يا ابطال نعمل كده. ايوه في صوت اهو يا ابطال، خلاص كده نسمعه. انا عليت صوت من اللعبه، صوت بس خفيف. بص يا ابطال، بص في زيو بيعمل زيو، بس ايه الزيو دي مش عارف، ولكن احسن حاجه فيها بصراحه يا ابطال. بص العفره اللي هو بتبين لك الواقعيه الشديده قوي في العربيه، والعربيه يا ابطال فعلا جامده وتستحق يا ابطال. قول لي تحت يا ابطال بنسبه كام في الميه العربيه دي ممكن تنزل. يا لهوي على السرعه، يو يا جدعان بجد والله جامده لحد دلوقتي. انا شايف ان دي احسن عربيه، اي نعم يا ساعه قوي، ولكن يا لهوي يا جدعان والله لا بتبان الواقعيه وحلوه بصراحه. لا عاش جدا، عاش قوي. بص يا ابطال بتمشي لوحدها، مع السلامه لامبورجيني هتوحشينا. دي بجد ماشي لوحدها. ايه ده؟ لو ركبت عربيه ما تبقاش. لا لا انا اقول لك على حاجه، انا عايز اركب دي بقى، هي دي ابطال القبل الاخيره، والعربيه اللي بيقولوا عليها يعني بيقولوا عليها بتطير. تمام هركبها واجرب، بس واضح انها طايره من قبل ما نركبها ما شاء الله. خلينا نترجم العربية دي بجد وردك. تمام هنسوق. اوه يا الصوت ديم، يا الصوت. خلينا كده نسوق. اوه انا بحب اقول الصوت ده في العربيات. يلا لا انا هجيب عربية جامدة يا جدعان، والله جامدة. خلينا كده، صوت العربية جامد قوي والله بجد يا بطل. انا اول مرة اشوف كده بصراحة، يعني انا دايما بركب العربيات في بروك هافن. اوه انا سمعت الصوت عامل ازاي، عامل زيو جدا. يا لهوي والله يا بطل الموضوع جامد. ايه ده بس احنا كده ايه، يلا السلام عليكم. خلونا بقى ايه، خلوهم مع بعضيهم ونروح نجرب العربية اللي بتطيح. احلى حادثة. خلينا كده بسرعه بسرعه. الله احمد تمام، كل الابطال مستني اللحظه دي، وانا اكتر منكم واحمد اكس اكتر منكم، وانا بطير ليه؟ ايه يا عم ده في ايه؟ تمام المفروض دلوقتي اللي احنا هنجرب. تمام بيقول لي ايه درايف. تمام العربيه الاول نشوف نوعها ايه، ملهاش نوع عشان ما فيش عربيه بتطير اصلا. تمام خلينا ابطال ندوس كده، نركب ومدينا علامه ندوس. وات ايه ده؟ انا دوست ايه؟ مستغرب. لا لا دوست، لا لا هتيجي ايه؟ وات ايه ده؟ في ايه؟ ايه في ايه؟ عايزين عايزين نطلع ازاي، ولا هي بتطير كده لوحدها، ولا ايه؟ ثانية ندوس إيه دي كده بتبدأ تشتغل؟ هتطير لوحدها طيب ولا ايه؟ لا 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 ماشي شوفها كده يا احمد. اه ايه ده؟ يا احمد يا احمد الو انا اتخطفت. بص 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 دي طيارة، دي يا عم مش عربية. استنى افضل نعمل سبيد 40. شوفوا سامعين الصوت؟ لا دي طياره يا جدعان والله، اتحولت لطياره. لحظه هو انا بجد رايح فين؟ احمد انا جاي لك. انا خايف، انا خايف يا احمد طلع بجد. خلينا نطلع بقى ايه، نتقابل في القمر ان شاء الله. تمام ونعمل لكم بقى بطل من الفيديوهات الجايه، نعملها لكم القمر. ايه يا عم احمد في ايه؟ ننزلها، حاول تنزلها شويه. بص يا بطل ننزل بقى كده، تعالوا كده ننزل كده تحت وبسرعه رهيبه بقى. بص يا بطل بص هننزل ازاي، لحظه لحظه بص ايه اللي هيحصل. هننزل، خلينا بقى ننزل بسرعه جدا بعدين نقلل. بص سامعين الصوت، سامعين الصوت. ده هبوط طياره ده. خلينا كده يا بطل عايزين بقى نهبط بشكل شياكه. بص ايه اللي بعمله ده، معلش مش بعرف اسوق طيارات والله، عمري ما سوقت طياره قبل كده يعني. اول مره درت في الاول، اول مره اسوق عربيه بتطير بصراحه، يعني عربيه غريبه قوي. تمام وغالبا يا ابطال انا هسيب لكم، انا عايز انزل طيب، وغالبا يا ابطال انا هسيب لكم العربيه دي موجوده في الماب بتاعتي اللي هي اي بي جيمنج اكس. تمام الماب بتاعتنا، فعشان يعني يا ابطال لو اي حد عايز يجربها بس على جنب هنا يا اسطى، على جنب بعد اذنك، على جنب والنبي. بس والله مش ايه يا عم بتلزق فيا يا عم. هي في العربية لسه طايقة؟ طارت هناك، طارت هناك.
يلا والله يرحمك يعني. عامة يا أبطال إحنا هنسيب لكم العربية دي موجودة، تمام؟ هتكون يا أبطال موجودة هنا جنب يعني السوبر ماركت، تمام يا أبطال؟ أو يعني هنسيبها لكم موجودة في أي حتة عامة يعني، تمام؟ ولكن أهم حاجة إن إحنا هنسيبها لكم موجودة عشان لو أنتوا عايزين يا أبطال تجربوها، تمام؟ وأنا مثلا إيه، وإحنا مش بنصور فيديو فعادي يعني يا أبطال، يعني مثلا المحل ده أو المحل ده اللي هو المطعم ده يعني بتاع سلطة برجر، تمام؟ هنسيبه مؤقتا لحد يا أبطال لما هنعمل مثلا مطعم جديد، فلو عايزين تجربوه ادخلوا يا أبطال جربوه واقعدوا فيه بصحة جامد جدا، وكله برجر وقولوا انتوا تبع ايبي جيمنج واحمد بس كده يعني. وبس كده يا ترى فيديونا ده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج اكسوي، سلام.